صباح الخير على جميع المشاهدين والمشاهدات. اليوم في هذه الحلقه هذه غادي نشوفوا كيفاش غادي يمكننا نقدموا واحد لي بلانت اللي هما عاديين جدا، كيفاش غادي يمكننا نحطوهم في واحد الاناء اللي غادي يكون ترانسبارون، يعطينا واحد الجماليه اكثر لهاد لي بلانت هادو. فاول حاجه غادي ناخذوا واحد الاناء كما شفتوا اللي هو اون بلاستيك. الوغ هذا الاناء هذا يمكننا نثقبوه باش يمكننا يهبط منه داك الماء اللي كيكون زائد في لي بلانت. ثاني حاجه غادي ناخذوا واحد جوج طراف ديال الكرتون اللي غادي نخشيوهم على هذا الشكل هذا باش غادي نديروا بحال الحد ما بين التراب اللي غادي نعمروا به، وكذلك هاد بحال لي بوبوري اللي غادي نديروهم في الوسط باش غادي يعطينا هاد لا ترونسبارونس، تعطينا واحد الجماليه لهاد الورد هذا اولا الغرس اللي غادي نحطوه لداخل. دونك من بعد غادي ناخذوا على هاد الشكل هذا، غادي نعمروا الوسط هاد لي بوبوري، منها كيعطيونا الريحه جميله، ومنها كذلك تيزينوا بواحد المنظر رائع هاد لي بلونت هادو. الوغ من بعد غادي ناخذوا هكذا نحطوا على جانب، غادي ناخذوا التراب ما فيها باس. دابا رمضان كنبغيو نعتنيو شويه، يا اما بلي بالكون، يا اما اللي عندهم لي تيغاس علاش لا، يا اما كذلك اللي عندهم غير واحد السطح يمكن لهم حتى يزينوه كيولي واحد الفضاء جميل باش يمكننا نستمتعوا به. دونك غادي نزيد انا هنا شويه ديال لي بوبوري. هادو لي بوبوري اللي كنا حنايا وريت لكم كيفاش يمكننا نوجدوهم بيدينا. دونك ابخي غادي ندير واحد شويه ديال التراب، من الاحسن هنا يكون التراب الكحل باش يعطي واحد المنظر اللي هو مزيان. كنعرفوا كذلك ان التراب الكحل كيكون غني بزاف. وغادي ناخذوا لي بلونت اللي حنايا خديناهم بواحد 20 درهم لا بلونت، ماشي غاليين. كذلك هذا الاناء هذا خديته بواحد 20 درهم كذلك. دونك غادي ناخذوا لا بلونت نحيدوها. فوالا، وهنايا غادي نقصوا شويه من داك الجدير التحتاني، نقصوا التراب. فوالا، نديروا على هذا الشكل هذا داخل الاناء، ومن بعد غادي نكملوا التعميره ديال التراب. قبطوه مزيان. فهاد الاناء اللي كيكون اولا ان فاز اللي كيكون ترونسبارون كيعطي واحد المنظر رائع جدا لي بلونت. قبطوه مزيان. الوغ غادي ندير نفس الشيء من الجهه الاخرى، غادي ندير واحد شويه ديال التراب. ونعاود ناخذ نفس الشيء نفس لا بلونت اللي غادي نحيدو على هذا الشكل هذا. وشدوها وندخلوها، كيبقى لنا نعمرو الجنيبات باش ما يبقى لناش الخوا، نعمرو بالتراب. نزيد نعمر شوية. هلا غادي نحيدو هذا من هنا. ألوغ من بعد كناخدو هاد الكارتون كنحيدوه بشوية، قدوه، وبالتالي كيما كتشوفوا المنظر كيفاش كيجي ديال لا بلونت. منها عندنا لي بلونت من هنا ومن هنا، والداخل ديالو كيجي فيه داك لي بوبوي، كيجي المنظر ديالو جميل بزاف. كيما كذلك كنقترح عليكم، حنا راه كنخدموا الجردة دونك بطبيعة الحال غادي تكون عندنا شوية البلاطو فيه ديال التراب، نحيدوا هذا الشيء. وغنوريكم كذلك الا ما بغيتوش ديروا لي بوبوري كيمكن لكم ديروا بحال هكا شويه ديال الكياس بيض، حتى هو كيعطي المنظر جميل بزاف. دونك هذا اول اقتراح، كيمكننا نحطوهم في الجريده كيما قلت لكم، نحطوهم في لي تيغاس، اي موضع تيجي المنظر ديالهم جميل. الوغ ثاني اقتراح اللي غادي يمكن لي نعطيكم، نحيدوا هذا الشيء من هنايا.
نخمل واحد شي شويه. فوالا دونك ثاني اقتراح اللي غادي يمكن لي نعطيكم، غادي ناخذوا دي بلونت اللي هما ما تيكونوش غاليين، ولكن غادي نعطيوهم واحد الجماليه اكثر الا استعملناهم بهذه الطريقه هذه. دونك غادي ناخذ كما شفتوا هنايا لو بو اون بلاستيك، خديت هنايا شويه ديال لا دونتيل اللي يمكن لكم تاخذوها من شي ناب الا بقات لكم ما يمكن ما بغيتوش تستعملوها او لا خسرات، تقطعوا ديك لا دونتيل ديالها كما درت انا هذا لا دونتيل ديال واحد لا ناب. وغادي نجي نكمل الوغ هنايا ناخذ غير بحال الفنيتات اللي فيهم الراس، غادي نتكهم هنا لان كنعرفوا البلاستيك غادي يدخل فيه بطريقه اللي هي سهله، ونجيو نديروا طريف على طريف باش غادي نقبطوهم كذلك. فوالا نديرهم هنا باش يجيو بحال بحال هنا، قبطوهم وبالتالي غادي ناخذو كذلك بما اننا كنخدموا على لا ترونسبارونس، غادي ناخذ هنايا واحد شويه ديال لي كورس ديال الشجر غادي نديرو لداخل ديال هذا الفاز هذا، نحطو على هذا الشكل هذا. كما يمكن لكم ديروا لي بوبوغي، يمكن لكم ديروا شويه ديال الكياس، ديروا لي غالي، كلهم غادي يجيو هذه اشياء اللي غادي تجي مزيانه. غادي ندخلو لو بو الداخل على هذا الشكل هذا، وبالتالي كيفاش كتعطي المنظر جميل لهذا الغرس هذا. غادي نحطوه حتى هو على جانب باش يبان لهم. فوالا الوغ شنو اخر يمكننا نديرو؟ كنا ناخذو لي فاز اللي بحال هكا اللي كيكونوا هما ديال الزاج. هنايا بما ان كنعرفو كاين بعض السيدات اللي كيعكزو باش يشريو الورد، كيمكن لهم ياخذوا لي فاز. هنا كما شفتوا درنا لي كورس ديال الشجر، هادو راه كيتباعوا في لي بيبينيير، درنا معاهم شويه ديال الكياس، عاد درنا التراب باش ملي كنديروا لا بلونت. واخا هنايا الفاز ماهواش مثقوب باش غادي يخرج داك الماء اللي كيكون زايد، هنا هاد الكياس وهاد لي كورس كيشربوا داك التراب داك الماء اللي كيكون زايد، وبالتالي لا بلونت ما كتغملناش اولا ما كتخسرش. دونك حتى هذا واحد الاقتراح اخر يمكننا نستعملوه. كما كيمكننا وهادو كيتباعوا نديروا هاد السطيلات هادو اللي يمكننا نديرهم في الحمامات، كيجي المنظر ديالهم حتى هما جميل، اولا كيبقاو بطبيعه الحال لي كاكتوس اللي كيمكننا نزينوهم كذلك غير بهاد لي بتيت بحال دي بيرل، كيجي كله داير بلي بيرل، وهما راهم دي كاكتوس اللي هما طبيعيين، كنا نديرو لهم على هاد الشكل هذا، كيجي حتى هو المنظر ديالهم جميل وكيعطي واحد الجماليه لهاد لي بلونت كما قلنا اللي هما ما غاليينش، ولكن غادي نحسنوا من مش غنحسنوا غادي نزيدوا من القيمه ديالهم. كنتمنى ان هاد الحلقه كتكون راقتكم، بصحه وراحه. شكرا لك هدى جنان على النصائح ديال اليوم، نصائح جميله جدا ومنعشه جدا. تمشيو اللحظه نلتحقوا بزميل ديالنا سي نبيل عياشي باش تكلمنا على حليب ورمضان.